السلام عليكم متتبعات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كما كتشوفوا غندير معكم هذه الحلوه اللي فايت لكم ياد شويه د الصوره قبل ما تدخلوا الفيديو. والرشمه هي باينه هنا كما كتشوفوا، عندي واحد المعلقه ديال القرفه هنا صراحه، غير شويه ديال الدقيق اللي تكفح ليها القرفه، وعندي واحد القبصه ديال الملح، عندي واحد ثلاثه ديال البيضات، واحد كاس ديال السكر سنيده، هكا كاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت هو كاس ديال العنبه، وكاس ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون، وكاس ديال الزنجلان اللي محمر ومطحون، واحد خماره وحده، ودقيق على حسب الخليط. غنكتفي غير بخماره وحده باش يبقى ليا داك الشكل ديال ديك الرشيمه اللي بغيت يبقى ليا كما هو. هنا غنبدا على بركه الله، هنا غنزيد داك البيض على ديك القرفه والملحه، غادي نخلطهم مزيان كما كتشوفوا. غيطلق ليا داك البيض، وغنزيد عليه السكر ديال كاس ديال السكر سنيده، وغنخلطهم مزيان حتى يذوب ليا داك السكر سنيده. صافي، من بعد غادي نزيد الكاس ديال الزيت، غادي نزيد الكاس ديال الزيت كما كتشوفون، نخلطهم حتى هما مزيان. من بعد غادي نزيد الكاوكاو والزنجلان، ثم اللي محمرين ومطحونين. نخلطهم باش يتحيدوا لي دوك الحبيبات هكا اللي كيتكونوا ليا فاش كنطحنوا كاوكاو ولا الزنجلان. غادي نحكو مزيان حتى هما، ونبدا نزيد خلاص الدقيقه بشويه بشويه. صراحه انا هاد الحلوه بالخصوص كتعجبني، هكا صحيه، فيها الزنجلان وكاوكاو، ممكن تعوضوا اللوز بلاصه كاوكاو، الا بغيتو ديروا كاوكاو ممكن تعوضوا بلاصه اللوز. وصافي، انا بدا نزيد هنا الدقيقه بشويه بشويه كما قلت لكم، ما كنناش نكب واحد الكميه، بدا نهز نكب غير بشويه بشويه. هنا غندير ديك الخماره كما كتشوفوا، وصافي نبدا نخلط العجين ديالي اولا الحلوه ديالي حتى تتجمع ليا. كما شفتوا كنكب انا غير بمعلقه، صافي حتى غيتجمع ليا العجين ديالي. انا من بعد ما تجمعت ليا العجينه ديالي كما كتشوفوا راه ما قاصحاش، رطبه شويه باش كتجي حتى الحلوه ديالنا شويه مفرسته، ما كتجيش قاصحه بزاف. كما قلت لكم انا كنت كنوريكم وندير لكم تقريبا على قياس هذا الرشمه اللي عندي، حيت كاين واحد النوع اللي كبيره وحده شويه صغيره، دي تقريبا اللي عندي يمكن مويان ولا صغيره صراحه، ما كبيراش بزاف. وصافي نبدا ندير هنا بحال كويرات ولا غريبات هكا، ونبدا نحط تنستفون في اللاطه. هنا كما كتشوفوا صراحه كلشي واضح في الفيديو، غير ما تنساونيش بالتعليق ديالكم الزوينه والبارطاج وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. هنا صافي، من بعد غادي نحطهم في اللاطه كما شفتوا، وضروره هذه كنديرها في شويه ديال الدقيق، يعني شويه هكا ديال الدقيق الفرص ضروري ما نديرها فيها باش ما تلصقش ليا هكا كما شفتوا العجينه، واخا درتها كتلصق ليا شويه العجينه، يعني ماشي مشكل.
تعرفوا معاه غير بشويه هكا. نخشوا فيها ديك البيضه ديال الدقيق، راه غادي يطيب ما غاديش يبقى فيها، ما غاديش يشبن فيها، حيت هادي كندوزها غير مره واحده ونهزها صافي. تنسال الكميه كاع اللي عندي كلها، كما كتشوفوا هنا. من بعد ما طابت ليا، من بعد ما حطيتها في الفران وطابت ليا، كتجي محمره شويه من تحت، مباشره فاش كتكون سخونه كندوزها في السكر كلاصي كما كتشوفوا صافي، وكنحطها. كما قلت لكم انا مباشره فاش كنحيدها من الفران كندير لها السكر كلاصي باش كتشرب ليا داك السكر كلاصي. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. نتمنى هذا الفيديو ديالي يعجبكم، ما تنسونيش بالتعليق ديالكم زيونه كما قلت لكم، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله، وخليتكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله.